أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.